النهاردة هنشرح أفيليوس. الشخصية دي بتلعب بيها اي دي سي، بس الموضوع مش صعب، مفيش حاجة صعبة عليك. الموضوع هيبقى فيه لخفانة معاك في الشخصية زي لخفانة أول شخصية أنت بتجربها، يعني عادي، بس لما تتعود عليها هتبقى فشيخ. عامة أنا شايفه يلعب اي دي سي ويلعب ميد. قبل ما ندخل على أي حاجة عايز أفهمك حاجة. أنت معاك 5 أسلحة، كل سلاح فيهم فيه 50 طلقة، وكل طلقة بتساوي 1 أوتو أتاك، يعني أنت بعد كل 50 أوتو أتاك السلاح بيتغير. طيب بيتغير فين؟ انت عندك هنا 2 اساسي وفرعي، لو خلصت الاساسي اللي معاك بيروح اخر الصف والسلاح اللي بعده بيجيلك، والفرعي ما بيتغيرش غير لما بتحطه في الاساسي وتخلصه برضه هيروح اخر الصف، وهكذا. كل المطلوب منك انك تتعود على شكل الاوتو اتاك وتغيير السلاح، وهتغير السلاح بالدبليو مش قصة. ده اول سلاح او السلاح اللي بتنزل بيه، ودي العلامة بتاعته علشان هي اللي هتبقى مكان الباسيف. شكل الباسيف والكيو بيتغيروا مع تغيير السلاح. مكتوب عندك عدد الاوتو اتاك بتاعك في الباسيف زي اي شخصيه جنبيها الكيو اللي بتتغير مع شكل الباسيف اللي هو شكل السلاح، واللي جنبيهم في الاخر دي الدبليو وفيها السلاح الفرعي وعدد طلقاته بس. اما الوليه اللي قاعده على جنبي دي من ليفل 1 ل 18، كل ليفل تقدر تمكس حاجه من الثلاثه، يا من 4 ل 24 بونص دامج، يا من 6 ل 36 اتاك سبيد، يا من 3 ل 18 ارمون. كل ده على مدى الجيم. قشطه كده، نرجع لاول سلاح هننزل بيه في اول الجيم. ده اساسي معاك والتاني الفرعي، ده الاوتو اتاك بتاعه. الكيو عباره عن طلقه لو لبست في العدو هتخليه متشاف، وبتعمل له من 60 ل 160 زائد 60% دامج زائد 100% من الابيليتي، وبيبقى عليه علامة لمدة 4 ثواني ونص مهما كان هو فين في الماب. لو دوست كليك يمين هتضربه، بس هتضربه بالسلاح الفرعي. بص السلاح الفرعي اللي معايا ايه، ضربته الكيو، دوست عليه كليك يمين ضربته بالسلاح الفرعي بتاعي ايا كان هو ايه. لو ضربت الالت ومعاك السلاح ده هتعمل لكل اللي هتيجي فيهم الالت من 125 ل 225 زائد 20 بونص دامج زائد 100% من الابيليتي الاساسي، وهتعمل العلامه دي عليهم، وكل علامه لو دوست عليها هتعمل للعدو من 20 ل 70 بيزك دامج. وده الاوتو اتاك بتاع السلاح الفرعي بعد ما خليته اساسي. الاوتو اتاك بتاعك بيرجع لك اتش بي من 8 ل 25% على حسب الليفل بتاعك، ولو مليت الهيلث بتاعك من العدو هتاخد بعديها من 10 ل 140 يعني 6% شيلد لمده 30 ثانيه. اما الكيو عامله زي الدبليو بتاعت ارجل بالظبط، ليك محيط بتضرب العدو بتاعك فيه، سرعتك بتزيد بنسبه 20% 10% على كل 100 ابيليتي، والزياده في الاتاك سبيد لمده 2 ثواني الا ربع، كل ضربه هتعمل له من 10 ل 30 دامج. دلوقتي كده السلاح ده الاساسي، اي سلاح في الفرعي هيشتغل في الكيو اللي بتضربها على العدو، وهيتعمل له نفس الدمج بس معاه 35% الدمج الزياده و25 كريتيكال، دي بتبقى في ضربه واحده بس. اما لو ضربت الالتو ولبست في العدو هترجع لك اتش بي من 200 ل 400. اما السلاح الثالث هو ماله عامل زي الزماره ليه كده؟ اي اوتو اتاك بيجي في العدو بيعمل له سلوب بنسبه 30% لمده 3 ثواني ونص، لو دوست على الكيو هتعمل العدو من 50 ل 110 زائد 35% دامج و70% من الابيليتي الاساسي، كل ده بيتحول لضربه ماجيك دامج وبتعمل استنى لمده ثانيه واحده. لو السلاح ده الاساسي وضربت الالت بي هتعمل على كل اللي واقفين 99% سلو، وهيبقى عليهم علامه لو دوست كيو هيجي لهم ستان. اما السلاح الرابع عامل زي الشوت جن كده، انا شايف ان هو سلاح غبي بصراحه، يعني غبي جدا، ومفروض ان هم ينزلوا شويه من الدمج بتاعه. ممكن يجيب بنتا كيل عادي من الاوتو اتاك. الاوتو اتاك بتاعك على شكل مخبوطي، اي حد بياخد طلقه بتعمله من 75 ل 100% دامج، اما الكيو هي طلقه كبيره شويه هتعمل العدو من 25 ل 65 زائد 80% بونص دامج زائد 70% ابيليتي، ولو ضربت الالت على حد وانت بالسلاح ده هتعمل من 50 ل 150 زائد 40% دامج، كل ده بيتحول لبيزك اتاك. اما السلاح الاخير انك بتجمع ستاكس، عندك طريقتين. اول طريقه انك تقدر تحط الكيو على الارض هتقلب على شكل السلاح الفرعي بتاعك وهتضرب من بعيد، هتعمل من 25 ل 85 زائد 50% دامج و 50% ابيليتي، لما البندقيه دي هتضرب العدو هيبقى عليه علامه دوس كليك يمين هتسحب الاستاك. اما الطريقه الثانيه انك تحط السلاح الاخير في الفرعي وتشتغل بواحد تاني اساسي، وكل اوتو اتاك هتجمع استاك. الاستاك دي مهمه ان هي بتزودك في السكاكين اللي حواليك، كل سكينه بتعمل في العدو 30% من الدمج الاساسي بتاعك. اما لو ضربت الالت هترجع لك 3 سكاكين او اكتر على حسب اللي موجودين في الالت. السكاكين لما بتجمعها ملهاش عدد، ولما السلاح ده بيخلص منك السكاكين دي بتروح.
الشامبيون ده ليه اكتر من كومبو، حط سلاح اساسي وسلاح فرعي واتفرج الاتنين هيعملوا ايه مع بعض. ميزة الشخصية دي ان انت مش هتمل من سكيلاته اصلا. معاك 15 سكيل مختلف، 5 اسلحة فيهم باسيف وكيو وال، لازم تتعلم الخمسة كلهم، لازم ما تغلطش في ولا واحد فيهم. انا فهمتك وانت عليك انك تتمرن. بص على التيم فايت ده وخليك فاكر انك لازم تضرب من بعيد.